تطرحات الفترة الأخيرة لحضرتك يعني أثرت الجدل، وهو فكرة البوتوكس للرجالة أو الكلام ده، بتشوف ده إزاي؟ والله بشوف ما بردش وكبرت دماغي من الحاجات دي خلاص. طبيعي يعني حاجة حلوة إن الراجل يهتم بنفسه، يهتم بمظهره وشكله، مع إن ناس كتير تقول لك لا الراجل هو راجل، فبتشوف ده إزاي برضو؟ الوحش لازم يبقى معفن يعني؟ No comment. طيب بظهورك بال مين اللي بيقول؟ السوشيال ميديا. طيب ماشي، اهلا وسهلا. قلت لأسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ان مفيش حد هيعرف يعمل فيلم او مسلسل زي اللي عملته للعندليب. ما هي دي حقيقه، ما حدش هيقدر يعمل مسلسل زي عبد الحليم حافظ، مش هيعرفوا يجيبوا العناصر دي تاني، مش هنافق. بس سر تحولك من فنان لموديل؟ لا عادي، انا بعمل حاجه اللي انا بحبها وانا بلحن اصلا. طيب الحاجات الجايه ليك؟ بحضر اغنيه جديده مع استاذه سميره سعيد. ما بتقلقش من انتقادات الناس؟ ما بتحطهمش في عين الاعتبار؟ لا خالص خالص، يعني لو نقد بناء ونقد محترم انا ما عنديش اي مشكله خالص. كلام مع الناقد الكبير طارق الشناوي، كنت تقول له ايه؟ اقول له انا بحبه جدا، ده ناقد كبير يعني، وبحترم رايه، وبحترم رايه جدا جدا جدا، حبيبي يعني. في السوشيال ميديا بيقتحم الخصوص، ناقد كبير لازم انا اهو، ده ناقد كبير يعني، ما لكن كل حد من هب ودب بقى ناقد. بس بتشوف جمهور السوشيال ميديا بيقتحم الخصوصيه؟ طبعا بيقتحم الخصوصيه. شكرا جدا نورت. انا بشكرك، ميرسي، شكرا.